عقد الجهاز الوطني للإيرادات ورشة عمل للمعنيين في قطاع الإنشاءات، وذلك ضمن البرنامج المكثف لورش العمل التي ينظمها الجهاز بهدف التعريف بكافة الآليات والجوانب الفنية والتنظيمية للقيمة المضافة، والذي يهدف للإسهام في تحقيق التطبيق السليم. أكد الجهاز الوطني للإيرادات استمراره في تنفيذ البرامج المكثفة الذي أطلقه بداية ديسمبر الماضي قبيل البدء بتطبيق القيمة المضافة، من خلال عقده لسلسلة من ورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة. كما قام المعنيون في الجهاز الوطني للإيرادات خلال ورشة العمل التي عقدها بإطلاع 85 ممثلا عن أكثر من 50 شركة من الشركات المختصة بالإنشاءات على كافة الجوانب المتعلقة بالقيمة المضافة، خاصة ما يختص بقطاع الإنشاءات، إلى جانب تقديم كافة المعلومات التي تسهم في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية خلال المرحلة التجريبية من تطبيق القيمة المضافة. نوه الجهاز الوطني للإيرادات بمدى أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المرحلة التجريبية لانطلاق القيمة المضافة وزيادة وعي وإلمام الشركات المسجلة لأغراض القيمة المضافة بالجوانب الفنية والإجرائية، لما لها من خاصة مع اقتراب موعد تسجيل الشركات التي تبلغ أو من المتوقع أن تبلغ توريداتهم السنوية بين 500 ألف و 500 ملايين دينار بحريني في شهر يونيو المقبل.